فوانا بتفرج غصب عني اتأثرت جدا بيها، صدقتها. يعني انا بنت حرام؟ انا بنت حرام؟ هو منه لله المصور بتاع العمل اللي صور الصورة بتاعتي دي وانا بصور. انا كنت قاعد بتفرج عليها وهي بتقول في الكلوز بتاعها الجملة اللي هي بتاعت انت ازاي كده وانا بنت حرام، وجملة صعبة قوي قوي قوي. فانا كنت قاعد بصورها فيديو، فوانا بتفرج غصب عني اتأثرت جدا بيها، صدقتها. وانا صعب اعيط، يعني انا صعب اعيط من حد تاني، يعني انت فاهم؟ يعني انا لو انا متقمص وهعيط اوكي، لكن ان حد يعيطني دي صعبه شويه، يعني انت فاهم؟ فانا لقيت نفسي دموعي بتنزل وانا بصورها. الحمد لله هي عملت الدور بشكل رائع، وده مش رايي، ده راي الناس. يعني انا الناس كل يوم على انستغرام عماله تكتب كلام، الحمد لله والشكر لله عظيم لملك. الحمد لله دي كانت اول راجعه ليها اصلها، فانا كنت قلقان عليها قوي. وكانت اختيار الاستاذ محمد سامي والاستاذ محمد عبد السلام المخرج، يعني انا برضو ما كانش ليا دخل في الموضوع، وهو دور صغير على فكره جدا، بس في تمثيل، يعني دور صغير بس في تمثيل، بدليل ان هو رغم صغره علم مع الناس جدا، والناس كلها قالت كلام كويس قوي قوي. الحمد لله والشكر لله على ملك. حضرتك عرفت ان انا اسمي من، وانا ما اعرفش ازاي عرفت، ممكن بقى اعرف من حضرتك؟ المشهد ده بقى انا يعني كنت عامل حسابه بشكل غريب، لاني انا مركز معاها، انت فاهم؟ يعني حاسس ان انا من كتر تركيزي معاها ان انا عايز اشوفها هتعمل المشهد حلو ولا وحش، ممكن اكون نسيت نفسي انا شخصيا، فاهم؟ وانا يعني من الصعب قوي 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 ان انا افصل، يعني ان انا اكون موجود جوه مشهد وافصل منه واخرج وارجع لاحمد. فانا كنت في صراع في هذا المشهد ما بين طارق واحمد. طارق اللي هو فعلا اول مره يشوف بنته وحبيبها وبيبص على ملامحها وعلى تفاصيلها وعايز يقول لها انا ابوكي، بس في ظروف وحاجات كتير جدا ملجماه. وفي نفس الوقت احمد اللي عاوز يشوف بنته وهي بتمثل المشهد كويس وقاعد مراقبها وقاعد بيشوف هي عامله الرياكشنات صح ولا لا، هي بتقول صح ولا لا. فالصراع ما بين الحتتين دولت، انا كنت متعذب جدا في المشهد ده على فكره، بس الحمد لله قدرنا يعني يبقى في كيمياء ما بيننا. خلي بالك انا ما مثلتش مع ملك قبل كده خالص حتى وهي صغيره، يعني فبالنسبه لي كانت اول مره. وملك من النوع اللي هي شاربه مني قوي، لما بتعيش بتعيش، يعني انا لما بتقمص شخصيه بفضل عايش بيها مده كبيره، حتى بعد التصوير ما يخلص والمسلسل ينتهي بفضل متقمص برضه غصب عني، مش عارف بيحصل لي ايه، يعني انا حاجه بتلبسني حاجه بتركب. فملك قريبه مني جدا، فاللي عجبني في الموضوع ان انا هي واقفه لاول مره وواقفه قدام ابوها ولاول مره وواقفه قدام نجله ممثله قويه وابوها، وكانت يعني شاربه الشخصيه وداخله جواها، ولا بقى ابويا مين ونجله مين لا انا همثل. فلا هي بصراحه كانت تجربه جميله وانا فرحان بيها قوي وفخور بيها.